المعركة الثالثة دفاعي. المعركة الثانية كان ينتصر على جيش الحجاز، يكون ربنا أمد مثلا بالمجاهدين التنظيمات الموجودة حاليا فيه وراحت قياداتهم، بس عندهم خلفية عسكرية يكونوا نفروا لنصرتهم، طيب واللي راح الاشي يدعم جيش الاكيد، الحجاز. الاشي الاكيد انه كل غنيمة كلب او كل غنيمة جيش سفيان شو صارت؟ صارت جزء من ايش؟ من معدات المهدي. فلو فرضنا انه في ناس اجتمعت، شو صار في لها هلا؟ صار في لها معدات. ولا يعرف يستخدم اي نعم. المعدات، ممكن يكون في حدا من المجاهدين تنظيمات لابد ثانية. الله سبحانه وتعالى راح يجمع للمهدي اناس بتستفيد من ايش؟ من هاي المعدات. يعني راح يكون فيها الفيزيائيين والكيميائيين والأطباء وكل التخصصات الموجودة اللي يقدروا باجتماعهم انه شو يسووا، انهم يشغلوا كل هاي المعدات الحربية والعسكرية. فالله سبحانه وتعالى هيأ له الناس، شو هلأ هيأ له؟ المعدات. وهي المعدات استخدمها وانتصر فيها على جيش خرج له من بلاد الحجاز، واستخدمها وانتصر في معركة دفاعية مع مين؟ مع جيش فارس. اول شيء جيش السفياني حجاز، هلا ايش؟ فارس. جيش فارس هم بجوله ولا طبعا بصير؟ هو هم بجوله، اللي بجوله. هم بجوله. هاي المعركة الثالثة. يعني هلا المعركة الثالثة معناها معركة دفاعية. نيجي نطلع على المعركة الرابعة. المعركة الرابعة من احنا فيها راح يتم فتح روما. طيب السؤال اخوان، يعني المهدي خرج من عند الكعبة ولاقى السفياني يعني في منطقة قريبة من المدينة، وبعدين خرج له من بلاد الحجاز جيش، وخرج له من فارس جيش. شو وصل المهدي لروما؟ هذا السؤال. طيب انو بتيجي قبل؟ تيجي روما ولا بيت المقدس؟ بيت المقدس. فش وصل جيش المهدي لفين؟ لروما. هذا شو بيعني؟ بيعني انه الجيش الثالث اللي بيخرج للمهدي من فين بده يكون؟ من الروم، يعني من الاوروبيين، يعني من اوروبا. الجيش الثالث يعني كأنه الشيطان وحزفه، حزبه. أول إشي سلط السفياني على المهدي ما زبطش، سلط جيش الحجاز ما زبطش، سلط جيش فارس ما زبطش. هلا شو بقول لك؟ بقول لك أنا بدي أشتغل بإيدي بنفسي. أي نعم. فلما يخرج له كأنه هلا بتصير كأنه جيش بتقدم لجيش. كمان هاي المعركة إخواني نسأل، هل هي معركة هجومية ولا معركة دفاعية؟ معركة دفاعية، لأنه جيش روما هو اللي خرج، هو المعتدي، أو جيش الروم هو المعتدي، وأجا يتقدم باتجاه المهدي وأفراده. هلأ فين بلتكو؟ يعني في النهاية، في النهاية التقائهم بده يكون في روما. ليش؟ لأنه النتيجة أنه روما تفتح. هلأ يمكن يكون في معارك على الطريق، ولكن المعركة الرئيسية أو الحاسمة فين راح تكون؟ في روما. والله سبحانه وتعالى راح يهيئ للمعركة، أو راح يهيئ في هاي المعركة أمور تحضيرية من أمور الله سبحانه وتعالى، إنه روما نفسها راح تفتح بإيش؟ بالتكبير. شو يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى بده يعطي إشارة ربانية إنه هذا الأمر من مين؟ من الله سبحانه وتعالى، مش شغلة معدات، مش شغلة سلاح، مش شغلة جيش، هذا أمر رباني. لعله الشيطان وحزبه يسلموا ويآمنوا بالله سبحانه وتعالى وينضموا لأمر الله مع المهدي. فتفتح روما بالتكبير. هلا روما تفتح بالتكبير، شو بيجي؟ يخرج الشيطان وينادي ويقول لقد خلفكم الأعور في ذراريكم. هلا شو انذكر؟ مين انذكر إخواني؟ الأعور. هل المهدي ينتظر في روما بقول لك انا انسان مدافع؟ لا، خلص انتهى الموضوع. لانه هلا بطلت انه هو عماله بدفع الشر. هلا شو صار؟ صار في امر حاسم انه ظهر الاعور الدجال ولا بد من قتاله. هلا يتحول الامر من الدفاع لايش؟ للهجوم. فيرسل المهدي 10 من فرسانه، من افضل فرسان الارض من أوروبا أو من روما باتجاه بيت المقدس، حتى أن تستقصي الأمور وتفحصها وتشوف هل خرج فعليا الأعور ولا ما خرج. خرج لذراريكم، معناته أصلا فتحتوا أنتم بيت المقدس. أين ذراريكم موجودة هناك؟ مش فتحته، مش شرط، ليس شرط، لا يشترط.
ولكن احنا موجودين اصلا في بيت المقدس، واحنا اعلنا الخلافه الرمزيه الموجوده في بيت المقدس، والمهدي وجنوده ومن موجودين غاد لما يقول في ضرريكم ففي المسلمين موجودين، حتى اي نعم، حتى لو كان بيت المقدس تحت احتلال عسكري، وحتى لو كان ايش الاعور محيط فيه. خلينا هون اخواني نتوقف قليلا، انه هذا كمان من الاسئله اللي احنا المفروض نجاوب عليها. وسالنا سؤال انه هل بيت المقدس تفتح مره ولا مرتين؟ هلا بيت المقدس تحت احتلال، مظبوط ولا لا؟ صح. تحت احتلال، وهذا الاحتلال من فين؟ من بني اسرائيل. والله سبحانه وتعالى تكلم عن بني اسرائيل في القران الكريم، شو قال؟ ولقد كتبنا في سوره الاسراء، ناخذ الله سبحانه وتعالى بقول في الايه رقم 7، ولقد وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. شو بقول لك من مره بني اسرائيل رح تدخل في الارض المقدسه؟ مرتين. المرة الأولى قال فإذا جاء وعد أولاهما، طب والثاني شو قال؟ عن ما قال وعد الثانية، شو قال وعد الآخرة؟ قال وعد الآخر. شو معنى؟ معناه المرة الثانية شو راح تكون؟ الأخيرة. المرة الثانية راح تكون الأخيرة. نجي نسأل متى علت بني إسرائيل في الأرض المقدسة؟ إذا بترجعوا احنا تكلمنا في 5 دروس عن علوي او فسادي بني اسرائيل في الارض المقدسه، اذا بترجعوا لهم تحضروا لهم الدروس الخمسه راح نوصل لخلاصه، راح نتكلم في الخلاصه انه المره الاولى شو كانت؟ مع سيدنا سليمان، ده اسمه علو. والمره الثانيه امتى كانت؟ سنه 48. هلا اذا كان دخول بني اسرائيل للارض المقدسه سنه 48 هو المره الثانيه، اذا تم تحرير بيت المقدس بعد سنة 48 معناه ما في رجعة لبني إسرائيل للأرض المقدسة، ما في لهم، فخلص انتهى موضوع، ما بدها تكون المرة الأخيرة، لأن الله سبحانه وتعالى شو قال؟ إذا جاء وعد الآخرة. فمعناه بعد 48 خروج بني إسرائيل خروج نهائي. فإن تم فتح بيت المقدس وخرجت بني إسرائيل لن تستطيع أن تعود، ولن يستطيع 70,000 من يهود أصفهان أنهم يلحقوا بالأعور الدجال لبيت المقدس، ما راح يقدر، لأنه انتهى موضوعهم خلاص، هذا وعد الآخرة. هلأ إن عاد أو إن جاء 70,000 من يهود أصفهان مع الأعور الدجال إلى بيت المقدس، شو معناه؟ معناه لسه لا زالت بيت المقدس مالها في يد بني إسرائيل. هذا شو بيعني؟ يستحيل أن يتم تحرير بيت المقدس ما بين عام 48 وما بين ظهور الأعور الدجال، يستحيل. ستبقى بيت المقدس ما بين 48 وظهور الأعور الدجال بيد بني إسرائيل، حتى لو فيها مين؟ ذراريكم، حتى لو فيها مسلمين، لا يمنع، لأنه إحنا اللي موجودين في بيت المقدس. ولا يمنع أيضا إخواني أن يدخل، ولا أقول يفتح، في فرق بين الدخول وبين أن يفتح، لا يمنع أنه المهدي عند ظهور الأعور الدجال يستطيع في حياة الأعور الدجال الدخول إلى بيت المقدس، وهذا ليس فتح. يعني جزء من إيش؟ جزء من الملحمة، انه خلال الأربعين يوم ده راح يعيش الأعور الدجال، وبعد ما يجي للمدينة وبعد ما يجي لمكة وما يقدر يدخل لهم، وبعد ما يتحول لبيت المقدس ويخلفكم في ذراريكم، انه يأتي المهدي خلال حياة الأعور الدجال هم الأربعين يوم ويستطيع الدخول الى المسجد الأقصى دون ان يفتحها. يعني يقدر يفتح ثغرة في جيش الأعور الدجال ويدخل جوا المسجد الأقصى، وبعدين شو يسوي الأعور الدجال؟ يعود يسكر الثغرة. فشو بيصير في عنا؟ بيصير في عنا المهدي مع زمرة قليلة من المسلمين في الموجودين داخل المسجد الأقصى، مين بيحيط فيهم؟
الاور ديجيت. هذا لا يعني اخواني انه المهدي فتح بيت المقدس، ولكن المهدي استطاع انه يدخل الى بيت المقدس بثغره ما، بطريقه ما، انه يدخل يصير موجود في المسجد الاقصى. واحنا نتكلم عن فتره زمنيه كلها قديش؟ 40 يوم. انه قدر فيها في ال 40 يوم، خلال 40 يوم انه يدخلوا ويحاصروا الاور ديجيت. وما صارت فتحت، خلاص انتهى موضوعها. هلا المهدي انه اجى، احنا قلنا اول شيء بعد 10 من فرسان. هلا مين اجى بعديها؟ ربما جاء المهدي وكمان 10، كمان 20، كمان 30، كمان 40، او جزء صغير من جيشه، وقدروا انهم يدخلوا. وباقي الجيش فين تموا؟ موجود غاد، او باقي الجيش تم ايش؟ يعني خلينا نقول انه المهدي قدر ندخل جوا جوا في اللب، في ان الاور دجال وجيشه موجودين حوالين بيت المقدس او المسجد الاقصى، وحواليهم شو في؟ باقي جيش المهدي. يعني شو صار في عنا؟ صار في عنا خليط، مجموعه من الدوائر واحده داخل الاخرى، وفي عنا مجموعه من المعارك بتصير في نفس الوقت، معارك وملاحم في بلاد الشام، معارك وملاحم في روما، ممكن لسه لازالت مستمره، معارك وملاحم او كر وفر، خلينا نقول كر وفر داخل بيت المقدس المسجد الاقصى مع حواليها والاعور الدجال وحولها، مناوشات حولها وتكتلات وتجمعات لجيوش فين؟ في مارج ابن عامر، تحضير للملحمه الكبرى. كل الشغلات بتصير في نفس الوقت، هذا لا يمنع اخوان. ولكن اذا احنا بدنا ناخذ الاساسات، اساساتنا فين بدها تكون اخوان؟ مش انه انا بدي افكر اسوي سيناريو على مزاجي، لا، اساساتي فين بدها تكون؟ مبنيه انه الاساس من قال الله وقال الرسول. والاساس اللي بنينا عليه السيناريو اللي احنا نتكلم عليه انه الله سبحانه وتعالى تكلم عن وعدين في دخول بني اسرائيل، او دخولين او فسادين كبار او علوين لبني اسرائيل في المسجد الاقصى، اللي هم امتى؟ الاولى سواها سماها اولاهما اللي هما سيدنا سليمان، والثاني اسمها الاخره، وعد الاخره، واللي راح تكون مع مين؟ مع مجيء سيدنا عيسى. وسيدنا عيسى لما يجي شو معناه؟ معناه طالما انه سيدنا عيسى سينزل في بلاد الشام في منطقة المنارة البيضاء ويكمل طريقه إلى بيت المقدس، وسيصلي في المسجد الأقصى خلف المهدي، منا أهل البيت من يصلي عيسى بن مريم خلفه، فمعناه انه عيسى نزل في المنارة البيضاء وأكمل. ما بيعني انه بلاد الشام انه مالها؟ انه هي المكان اللي راح يقتل فيها الاور دجال، او المكان اللي راح يستمر فيه عيسى، لا، نزل في المنارة البيضاء. وهذا اخواني احنا من قدره لعظمة كرب اهل الشام في ذلك الوقت، لانه بلاد الشام هي اكثر بقعة مستهدم في الملاحم في اخر الزمان. وشفنا انه كيف جيش السفياني مركز تركيزه فين بده يكون؟ على بلاد الشام، بلاد الشام. لانه وللاسف يعني اذا احنا اخذنا فلسطين، الاردن، لبنان، العراق، مصر، السعوديه، بلاد الخليج، كلها في جيبه مين؟ حزب الشيطان. هلا مين تم اللي مش بحب جيبه حزب الشيطان؟ بلاد الشام النظام في جيبه حزب الشيطان، بس شو تم؟ الشعب شريف كريم يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. عشان هيك هلا هم شو بدهم يسووا؟ النظام مش قادر يسيطر على الشعب، فبدهم يدخلوا جيوش اخرى شو تسوي؟ تقضي على الشعب قبل ما يجي المهدي، حتى انه ما يكون اهل بلاد الشام انصار المهدي. فهذه الخطه اللي موجوده من الابتداء. ممكن يدخلوا غير اللي دخلوهم الروس، ممكن يدخلوا كمان قوات اجنبيه طبعا، ولا ممكن طبعا. هل هم يعني صار المعظم موجود في بلاد الشام، يعني سواء يعني الروس جزء من حزب الشيطان، سواء اللي بيدخل عن طريق تركيا، او اللي بيدخل عن طريق حدود الاردن، او بيدخل من خلال العراق كله، او بيدخل حتى من ايران، وشو اسمه يعني طلع على ايران، طلع العراق، الاردن، تركيا، كل هذه الحدود مع النظام اللي موجود في الداخل، كلها مالها؟ كلها وللاسف يعني متآمرة على مين؟ على الشعب.